الدخول على المحتوى العربي عم بيصير عليه طلب اكبر، وبالتالي المحتوى العربي عم بينساد. هلا الاستفاده، انا بشوفها الاستفاده الفعليه والامثل من الاعلانات بتكون عن طريق خلينا نقول الاعلان النبيل او الاعلان الموجه، اعلان رعايه انه هل هالمقال او هالمنتج او هذا الشيء او هذا الشيء اللي حكينا عليه او اللي اعطيناكم الفائده منه برعايه هالبراند المعين، او ممكن يكون ضمن نفس الارتكل بحيث انه توصل خلينا نقول تعزز من قيمه هالعلامه التجاريه للجمهور بنفسيته الداخليه. نحن وقت حددنا انه نحن بدنا نشتغل حتى بالقطاع التقني، حددنا مجالات تقنيه محدده واشتغلنا على اساسها. نجاح هذا المشروع بيعتمد على التخصص، لانه انت عم تعطيه وقت اكثر، عم تتعلم بهي القصه بشكل اكثر، عم تتابع اخبارها بشكل اكثر، فعم تتوجه بمجال محدد وما بيكون ما بتكون متشعب. بالنسبه لهذا الجمهور كمان بيعمل لك شريحه ثابته مهتمه بهذا الشيء اللي انت عم تحكيه، ما بيشتت الموضوع. السوشيال ميديا احيانا بيكون في مطبات كثير كبيره، يعني انا بشوف احيانا المواقع معتمده على الفيسبوك بشكل 100%، وهذا غلط، هذا غلط، لانه اوكي الفيسبوك نحن بنعرف انه من هون لعشر سنين القادمه ممكن يكون الجروينج عنده خطير جدا، وممكن 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 ممكن، بس انا ما فيني اعتمد على شيء محدد، لا انا لازم اكون مقسم وعرفان من وين اخذ زواري، من هون من هون من هون، واشتغل على كل الجبهات. كثير بيهمنا انه نحن نكون بارزين بنتائج البحث، وهذا الشيء متميزين نحن فيه، انه بده يعرف معلومه عن موبايل معين قبل ما يروح يشتريه، او مثلا عن ديفايس معين او عن ابلكيشن معين، بده يروح يعمل له سيرش بجوجل.